بعد رجوعنا من النزوح واحداث داعش طبعا المخبز كان مسروق ومنهوب نهائيا، ما فيه شيء نهائيا، وتبنت منظمه المكتب التنميه المحليه الحمد لله رب العالمين ساعدتنا في المخبز بالآلات والعدد كاملة. طبعا المخبز إنتاجه اليومي 6000 ربطة، اليوم بتغذي 15000 شخص أقل شيء، 15000 شخص طبعا في القرية في مدينة قباسين وريفها، إضافة للمخيمات وتبعية المجلس المحلي مدينة قباسين هو 23 قرية كمان بغطيها الخبز. طبعا هو القسم الأكبر راح يغطي هذا المخبز وعائداته بتكون للمجلس المحلي، وإن شاء الله العائدات راح تنعكس إن شاء الله إيجابا على خدمات البلدي وريفة إن شاء الله. المشروع اللي قام فيه المجلس المحلي مشروع فرن البركي هو لزيادة دعم المجلس المحلي من حيث الواردات المقدمة للمجلس المحلي من هذا الفرن، حيث يقوم المجلس المحلي في جميع المشاريع الخدمية والتعليمية والتربوية على نفقته الخاصة من عائدات الطحين ومبالغ بسيطة من الضرائب التي يجمعها من المواطنين، ولكن نحن نطمح دائما في زيادة هذه الواردات من ناحية من خلال تقديم مشاريع تنموية كأفران كمشاريع صناعي أو تعليمي أي مشروع تنموي آخر قد يقوم المجلس المحلي في استدراجه للمجلس حتى يعود بالنفع للخدمات والمواطنين.